بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم. ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. مباشرة نتقدم ما بعد انطلاقة كل الأسماء وكل الشعارات، نطالع دائما المقدمة. المركز الأول يحمل اسم الظبي على المركز الأول، الظبي لعبيد بن سيف بن ماجد المزروعي يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني القادمة زعفور، القادمة على المركز الثاني ناصر بن سيف يتقدم في هذه اللحظات. ناصر بن سيف بن هلال العليلي ينطلق ويقدم زعفور على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المركز الثالث الوثبة لعلي بن زعل بن سعيد المنصوري، يتقدم شعار المنصوري القادم على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع وهيله القادم عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، يقدم وهيله. والمركز الخامس الوصول من سيول، سيول سالم بصغير بن خليفه بن حمد الكتبي يتقدم على المركز الخامس والمركز السادس. هذه اللي وصلت عذر لسعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي يتقدم مع عذر. المركز السابع، المركز السابع دمعة لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي يتقدم شعارك بالغافرية في هذه اللحظات، يتقدم مع دمعة. هذه دمعة راشد بن سعيد بالغافرية ينطلق على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن هذه اللي وصلت ثمينة، ثمينة القادمة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يتقدم في هذه اللحظات. العملاق العيناوي وبن منانة منصور بن سعيد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات مع معاني القادمة معاني. ناخذ المركز العاشر ونتابع المركز العاشر، سلطة القادمة مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة في مغادرة أول حزامنا في 8 كيلومترات. أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول يا أبو سيف، نتابع نراقب التغييرات. هذه اللي على المركز الأول الظبي لا زالت على المركز الأول، عبيد بن سيف بن ماجد المزروعي يتقدم على المركز الأول. يقدم الظبي، يتقدم مع الظبي في المهجنات الأصايل الذلل. المركز الثاني، المركز الثاني وهيله قادم عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبي يطلق صيحاته في هذا الميدان، يقدم وهيلة. المركز الثالث سيول سالم بصغير الكتبي يتقدم مع سيول. وزعفور قادمة زعفور في هذه اللحظات. ناصر بن سيف بن هلال العليلي يتقدم في هذه اللحظة وينطلق راعي زعفور، يقدم زعفور على المركز الرابع. المركز الخامس عندك يا راعي الوثبة وقادم كذلك، يتقدم علي بن زعل بن سعيد المنصوري قادم
من الوثبة كذلك ويقدم الوثبة على المركز الخامس. ناخذ المركز السادس بالدليوي بالدليوي راشد بن سعيد راشد بن سعيد نعم يتقدم بن سهيل بالدليوي يعرف ويدل الطريق بالدليوي قادم يتقدم مع عذر بالرقم 11 في هذه اللحظات كينج الارقام بمتابعه عبد القادر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع من زعبيل نتابع معاني القادمه. منصور بن سعيد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات يقدم معاني يتقدم مع معاني. وصلنا المركز الثامن المركز الثامن القادمة السريعة هذه سريعة لعلي بن راشد يتقدم في هذه اللحظات وينطلق علي بن راشد بالعيض بالقادم بالعيض بالكتبي. يا سلام للتعريف قادم في هذه اللحظة بالعيض بينطلق مع انطلاقة سريعة بسرعتها دخلت في عالم الإذاعة والنداء ودمعة دمعة قادمة دمعة راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي يتقدم مع دمعة والمركز العاشر هذه اللي واسطة طب القادمة بشعار سعيد بن علي بن حمود العويسي ينطلق مع طب القادمة في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة هكذا نتيجتنا للعشر مع ندانا الثاني لهذه الأسماء لهذه الشعارات المهجنات الأصايل الذلل في 8 كيلومترات تحتاج دائما التأني والتركيز من كل المضمرين من كل ملاك هذه الأصايل. 3 كيلومترات ولا زالت على المركز الأول الظبي من البداية يتقدم راعي الظبي عبيد بن سيف بن حمد بن ماجد المزروع يتقدمون اهالي الزراف في هذه اللحظات ينطلقون يبدعون على الصدارة وعلى المركز الاول. المركز الثاني سيول سيول القادمة سيول سالم بالصغير بن خليفة بن حمد الكتبي قادم مع سيول وزعفور زعفور وركز ركز يا ناصر يركز يا ناصر زعفور القادمة لناصر بن سيف بن هلال العليلي يتقدم في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات مع زعفور القادمة في هذه اللحظة على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع ونتابع الظفرة قادمة الظفرة أول ندى للظفرة محمد بن زايد بن محمد المنصوري يتقدم في هذه اللحظة سلطة مطر بن سهيل يبهوني الظاهري دمعة راشد بن سعيد بالغافرية بعاني منصور بن سعيد بن منانة والثامنة هذه اللي وصلت أول إذاعة لها في هذه اللحظات القادمة عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني هذا شعار القادم في هذه اللحظات ولا بلسم هذه بلسم ولا 32 عوايد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري يا سلام بنشير القادم بدأ يعطي مؤشراته في هذا المسار روضة عبد الله بن محمد بن علي بن حمود الكتبي قادم في هذه اللحظات ياهي من اسماء ناصية وصلت بشعر راشد بن سيف بن علي الضحاكي الشامسي قادم في هذه اللحظة كل الشعارات تقدمت في هذه اللحظة ولكن أعود إلى الصدارة شوف اللي غيرت هذه اللي غيرت
هذه سيول سالم بتغير لك تبي يتقدم مع سيول على المركز الاول وعلى الصداره. المركز الثاني القادمه سلطه مطر مسهيل اليابوني يا ظاهري وعوايد عوايد قادمه. عبد الهادي بن راشد بن شير يتقدم في هذه اللحظات بمنانه ومعانه وناس يا بن ضحاك الشامسي وكذلك شوف شديد يا بن كنة بن كنة على ما اظن يا بن ضبيب مبارك بن خلفان بن مطر بن كنة هذا الشامسي قادم وصل بن كنة اول ندى لشعار القادم في هذه اللحظات نو نو منصور بن محمد الخيارين والصعب قادم كل الشعارات وصلت لكن عودة الى الصدارة بعد 800 متر الاخير يا سلام يا سلام يا سلام المجازب قادم المجازب مع غبة غبة قادمة غبة هذه حمد بن غانم يتقدم ولكن القادم المسك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري لكن عود إلى الصدارة بن شير بن شير وشيول الكتبي والمنازف والمنازف قادمين المنازف مع المسك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ولكن إلى وين إلى وين السلام إلى ميدان إلى المملكة العربية السعودية إلى ميدان السلام إلى بن شير عطى مؤشرات عوايد 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 الفوز عوايد الناموس تهانينا والناموس لعبد الهادي بن راشد بن شير الغفراني المري سلامي عليك شكرا علي بن راشد بن شير على المتابعة هذه عوايد سلام إلى المملكة العربية السعودية. المركز الثاني المسك لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث معاني لمنصور بن سعيد بن منان. المركز الرابع سيول لسالم بصغير. المركز الخامس سلطة لمطر بن سيل يبهوني الظاهري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع بن شير وهالي المملكة العربية السعودية. شكرا على المتابعة. ها هي ها هي عوايد والتوقيت في 8 كيلومترات 12 دقيقة 25 3 أجزاء من الثانية. عوايد تانينا والناموس لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي بن شير الغفراني المري وسلامي عليك يا علي بن راشد. كذلك نوجه لك التحية تحية هذا الفوز والانتصار مع عوايد خاطفة هذا الشوط. المركز الثاني المسك 12 27 جزئين من الثانية. شكرا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث نتابع المركز الثالث معاني لمنصور بن سعيد بن منانة. وصلت معاني بشعار أحد القادمين من زعبيل 12 30 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.